نعم، في سقارة، موطن العبقرية والحكمة والمعرفة، حيث بزغ عصر الأهرام المجيد. رسم الفنان المصري القديم بيد الإتقان قصة الفصول. هنا في بيت الأبدية عند ميريروكا نرى الفصول الثلاثة: أخت، بيرت، شمو. فلاد، جروث، هارفست. فلاد، جروث، هارفست. F G H. فلاد، فصل الفيضان، inundation. جروث، فصل البذر والنماء. هارفست، فصل الحصاد. فكيف رسمها؟ تأملوا. فولتشر، Egyptian vulture، هذا النسر، الألف، أ، أخت. ومن بعده نرى البلاسينتا، المشيمة، الدائرة دي، هي دي الخاء. ورغيف العيش، التيه، a loaf of bread، اللي في الوسط ده يدل على الفيضان، هو وحده أخت. يعني هذا الحوض من زهور اللوتس التي كانت تدل على الفيضان، لأن اللوتس طبعا هيكون في كل مكان. أخت. بيرت، فصل البذر، هذا المنزل، بير، وبعدين الره، هذا الفم، ماوث، وبعد كده رغيف عيش تاني، ته، بيرت. أما قرص الشمس فدلنا على أننا في هذا الزمان، زمان البذر. ويأتي فصل الحصاد، شمو، في الصيف، تحس كده بموجات، بموجات الحر. هذه الموجات مو، طبعا التلات موجات دول the three ripples of water بدون مو، وقبل منهم على الشمال في حوض، هذا الحوض تش كده، تحس ان في مية ترمي فيه حاجة بتعمل تش. فشمو هو ده فصل الحصاد اللي يكون في الصيف، شمو، ولعل هذا أصل كلمة شم النسيم. من أي عهد في القرآن تدفق وبأي كف في المباني تود؟